عنا هاي الحالة، عنا هاي الحالة للطالبة راح عادي شو بتعمل؟ عادي بتضيف أدهيسيف. ليش؟ لأنها تأخذ بالمونوفيز الإمبريشن، هاي المونوفيز جاهز وبدأ تأخذ فيه إمبريشن. النقطة اللي بدي أصورها عشانها، أول إشي إنه حتحنا حفر عشان يكون استاتيك في الأرياز اللي تحت الكومبريشن. حتكون كومبريشن ولا استاتيك المنطقة فتحنا الحفر؟ لا مش حتكون استاتيك، حتكون استاتيك. بس هي بدنا نحط الماتيريال. بس بدي أنبه على شغلة، هي بتحط عادي بالأدهيسيف، إذا الأدهيسيف ما نشف عن التري حيشتغل زي سيبريتر، حيعكس كل اللي بدك إياه، بصير زي الزيت. ما بيشتغل الأدهيسيف إلا إذا نشفته بالهواء. فبدك تستخدم 3-in-1 سرنج تضلك تنشفي فيه مزبوط مزبوط لحد ما يصير تاكي هيك، يدبق معك يلاصق هيك. والشغلة الثانية سألتني إنه هل أدهن الجرين ستيك؟ الجواب نعم. وأهم شيء تدهن الجرين ستيك، لأنه بدي إياه يلزق، ما بديش يعمل الربر ما بيلزق بنفسه، ما في أي نوع من أنواع الوتابيليتي للكومباوند. أوكي، فهذا الأدهيسيف اللي أنت بتدهنيه، ورجيني كيف حتدهني على الفيتنج سيرفيس، عفواً على على الجرين ستيك. أيوة يس، وكمان روح يبكل شوي يس، كل الجرين ستيك غطي. هلا بس تخلص الأديشن مع الهولز حيعمل ميكانيكال، الأدهيسيف راح يعمل كيميكال، بس بدون الأدهيسيف يكون ناشف. فبسرعة مسكي 3-in-1 سرنج، ضلك نشف فيه لحد ما يبطل لامع، يصير تحسين نشف، ثم بتعملي فيه الربر. الربر كيف بدي أعمل له لودينج؟ الربر بده ينعمل لودينج على الأطراف فوق الجرين ستيك أولا، ثم بعمل لودينج لأعلى تري. لا تعبوا التري، الربر ما بعبي فيه التري، بعمله زي الواش، لأنه إذا عبيت التري مرات بنحشر الماتيريال، بصير هيدروليك بريشر بمنعني أفوت. فلما تيجي تعبي بالربر، لما تيجي تعبي مش هلا بس ينشف، بدك تكوني متاكده انه الربر ينحط از ثين فيلم في الفيتنج سيرفيس، وانه كل الجرين ستيك بكلي ليبيالي فوق في السلكس واللي لجوه كله مغطى مزبوط، ما في اي جرين ستيك مبين تحت الربر. اوكي، حيكون مونوفيز مره ثانيه انديكيشن سكندري امبريشن لبيشنت عنده ا لوت اوف اندرفيتس.